جايز، انا مش جولي. النهارده هعلمكم تجربه جميله، اهم كمان وايه وده وايه، وبتتكلم على اهميه غسل الايدين. ده ايه؟ التراب اللي هو الفيروس اللي احنا بنتعامل عليه كل يوم. النهارده انا بقى ايه، هدخل صباعي كده اشوف ايه في اهو. ماشي، حط شوية كده صابون وحط الفيروس بعيد عن ايدي علشان حطيت فيها صابون. كده احنا اتعلمنا ان احنا ايه المفروض نغسل ايدينا كل يوم لمدة 20 ثانية، ومتنسوش تدوسوا لايك. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير واشعارات، ومتنسوش تدوسوا على الجرس عشان يجي كل فيديوهاتنا. باي.